تعرفش من اللي في التابلو. ماشي يا ابو السيد، هات له ياد فرش كامل من المخصوص بتاعي، ماركة واي فاي. تعالى معايا يا ابو السيد. تسلم لنا يا باشا. الحمد لله على السلامة يا سونتي. ايه يا عم؟ بقالك فترة مجرش في الغردقة يعني. مزاجك جه على جو الغردقة ولا ايه؟ قول أعوذ برب الفلق. تغيير يا أخي، عندك مانع؟ يا عم وأنا مالي وأنا جوز أمك؟ مش واخد بالك أنت يا سالم باشا إن وشه حلو كده وصغر وتحس إنه اتضرب فرخين صنفرة على الحراق وبقى مصغرت وصغير له 15 سنة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إيه يا سيدي أنت مش قلت مالكش دعوة بيا؟ بطلوا شغل نار ونقير بتاعكوا ده. حسونة عايزك في كلمة. عن إذنك ها؟ يا باشا خده في داهية بعيد عني. تعال تعال. عينيه سم. سيبك منه بس. بص انت كنت اتكلمت مع مها في موضوع كده. ايه ده؟ هي حكيت لك؟ مع انه موضوع شخصي ازاي تقول لك عليه؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم انها كان المفروض ترد عليك النهارده. اه اوعى تكون عايزه مهله تاني. لا انا خلاص استويت. خلاص خلاص اهدى بس. شوف هي فكرت وقررت. آه. وفي الحقيقه يعني عايزه تعتذر لك. ايه مفيش حاجه، بس وطي حسك وانا جايبك هنا عشان تسمعه. في حاجه يا سالم بيه؟ لا لا مفيش حاجه خالص. لا في ازاي تقول عليها لا؟ ولما هي ناويه تقول لا كان لازمته ايه الحاكي والمرواح والمجاي والهدايا؟ هي ايه الحكايه يا سالم باشا؟ والعربيه اللي لهفتها والدهب يا سيدي. الحاجات دي كلها هنتكلم فيها ونحاول نرجعها، بس الست حره، هي خلاص لقيت الموضوع مش مناسب بالنسبه لها. اوبا دي شكلها بومبا جامده قوي يا سالم باشا. بس ما تقولش بومبا. ما تسكت انت راخر، هو نايس هاري. والله يا عم على اخر الزمن اترفضت يا حسون يا حب. يا عم تترفض ولا تولع؟ انت هتعمل لنا فيها صبر رباعي. سيد هو مورينا يا فندم. بتعمل ايه؟ ولا حاجه، مستني الاوامر. يعني ما عندكش شغل؟ زي ما قلت لسعادتك مستني الاوامر يا فندم. طب تعالى معايا. على فين سعادتك؟ قلقان كده ليه يا سيد؟ ما تخافش مش هخطفك. وانت هتدخلني بينكوا ليه؟ انا مالي؟ هو انت لما تبلغني خبر زي ده ما تبقاش اتدخلت؟ وبعدين دي محاوله عشان خاطر العيش والملح يا اخي. يا عيني على الحب يا عيني. ابو العز استنى انت بس يا ابو العز. صدقني يا حسونه انا لو كنت شايف ان في فايده كنت انا نفسي عملتها من غير حتى ما تطلب مني، لكن واضح ان ده قرارها وقرار نهائي. قرار نهائي يعني ايه؟ هو في حد بالي دماغها؟ ما انا كمان ما اقدرش اسال في حاجه زي كده. اروح انا اسال؟ تعالى بس انت رايح فين؟ رايح لها افهم، انا هفضل طول الوقت برسمه. يا سيدي اهدى بس الاول، ما ينفعش انك انت تروح لها وانت في الحاله دي. ما تلحقوا يا ابو العز. يا ابني هو الجواز بالعافيه؟ ده مزاج وكيف زي وزي المخدرات بالظبط. وانت لا مؤاخذه كده يعني ما جيتش على كيفها. ابو العز انا ما ينفعش حد يقول لي لا، انا حسون الخوفي. اوه ما تلحقوا يا اخي، توقف ساكت. يا باشا انا مالي بالمشاكل العاطفيه دي؟ وانا اسامه منير. يا مها مها انت فين دلوقتي؟ طيب انا عايزك تخرجي شويه من فضلك. ايوه ايوه اصل حسونه كان عندي هنا وخرج متعصب لما عرف انك رفضتيه، مش عايزه يجي لك الفيلا ويعمل لك شوشره. طيب طيب اخرجي بس لغايه لما اكلمك. مع السلامه. انا مش عارف هو ماله واخد الكره على صدره قوي كده ليه. انت عليك حاجات انت راخر، ده بدل ما تهديته ومتسخنه. يا باشا سيبك منه، دي اوانطه شويه وهيهدى صدقني. ايوه بس انا مش فاضي للقلق ده، انا لازم اتحرك قبل الليل. خلي بالك من الارانب بقى والنبي يا باشا، احسن بيجوا بالتيله اليومين دول. برافو عليك يا سيد، شكلك شاطر في كل حاجه. سبع صنايع بقى يا فندم. انما ستك ما قلتليش يعني هو ايه كيفك ان احنا نيجي نضرب نار دلوقتي؟ عشان عايزه اتكلم معاك في موضوع، وما ينفعش اتكلم معاك وانا في البيت ولا في القريه ولا في اي كافيه ولا حتى جوه العربيه، لان ده مش طبيعي. لكن انت هنا بتتمرن لان دي شغلتك، وانا بتمرن لان بابا عايز كده. وجهه نظر برضه. انت ايه اقصى طموحك يا سيد؟ والطموح ملوش سقف سعادتك يعني. يعني في ناس بتبقى حاطه لنفسها هدف في الحياه. وانا لو حطيت هدف يعني وصلت له نبقى يعني خلاص خلصنا. معنى كده انه طموحك ملوش حدود؟ المعنى اللي سيادتك تقصديه اه،
لكن بالراحه من غير ما استعجل يعني. طب ولي يوفر لك وسائل المساعده. والله يبقى كتر خيره يا فندم، بس ما حدش بيعمل حاجه ببلاش النهارده. ومين قال لك انك هتعمل حاجه ببلاش؟ لا انا ما اقصدش عليا انا ستك، انا قصدي على اللي هيقدم لي وسائل المساعده، يعني اكيد هيبقى ليه غرض. طبعا، امال هيبقى بزنس ازاي؟ اه صحيح، هيبقى بزنس ازاي؟ انت مرتبك كام يا سيد؟ قبل الحادثه ولا بعدها يا ستك؟ انا بتكلم بجد، قبل الحادثه كانوا بيدوني 1300 جنيه وبعد الحادثه رفعوني 3000، ده غير بقى المكافاه اللي اديها لي سالم بيه بعد الحادثه على طول. اللي هي كام تقريبا؟ ما انا ما بحبش بقى اتكلم في الحاجات دي يا فندم، يعني بتتنظر، اداني اللي فيه النصيب بقى واتصرف كله. طيب ايه رايك نضرب مرتبك الجديد ده في 2؟ يعني بدل ما كنت بتقبض 3 تبقى بتقبض 6. هو مين لا مؤاخذه اللي هيضرب بالظبط؟ انا يا سيد. والمطلوب ساعتك؟ اعرف الاول موافق على المبدا ولا لا؟ مبدا ايه؟ هتفضل في شغلتك زي ما انت، وفي نفس الوقت هتبقى بتشتغل لحسابي. طب ممكن اعرف تفاصيل اكتر يعني عشان اعرف ارد؟ عايز اعرف كل حاجه بتعملها ريهام اول باول، مهما كانت صغيره. بس دي بسيطه خالص يا فندم، جاسوس يعني. ما تكبرش الموضوع كده يا سيد، هو بس كل اللي انا عايزاه تقرير صغير في اخر اليوم من غير ما حد يعرف عنه حاجه، وليه كل اخر شهر عندي 3000 جنيه. جرى ايه؟ البلد كلها هتجندني لحسابها ولا ايه؟ قلت ايه؟ هو انا شكلي جاسوس؟ ناقصك. ايوه بتقفل السكه في وش يا حسونه؟ بقول لك يا ابو العز انا مش فايق لك. وانا بكلمك عشان افوقك يا سونسو، خد سليمان باشا معاك اهو. انت فين يا حسونه بيه؟ خير يا سليمان، هنستناك انا وابو العز بيه في ريسبشن القريه عشان موضوع مهم قوي مكلفنا بيه سالم بيه. سليمان خرجوني من حسباتكم دي خالص. لا ازاي؟ سالم بيه امرني. يلا يلا احنا في انتظار سعادتك. أرجوك تيجي، هنستناك. مع السلامة. صب الحسونة بيه يا أبو السيد. ما كفاية بقى يا عم حسونة، أنت هتقعد تنكت وتقرف نفسك على إيه؟ هو أنت يعني أول واحد يترفض؟ حسونة بيه، البعد عن النسوان غنيمة. أيوه، بس بمزاجي. يا عم بمزاجك ولا غصب عنك مش هتفرق يا عم حسونة. عيش أيامك عيش لياليك قبل المزة ما تلعب بيك. يعني عندك مهدي مثلاً خليتك تلف حوالين نفسك، آه بعد ما ضحكت عليك وقلبتك في قرشين وعربية وصيغه بالشيء الفلاني، وسابتك أنت كهر وتنكت في نفسك وتقرفنا إحنا في عشتنا وهي زمانها قاعدة بتضحك.